بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. جل المتاب وجل الله قابله وجل منه عطاء غير محدود. يا توبة أهدت للقلب راحته وأبعدت عنه ما يشجي وما يودي. إن عدت للذنب عودي لي بمغفرة لا تتركيني أعاني ثله عودي. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، علمتنا أنه ما من عبد يصلي عليه إلا وصليت عليه عشرا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر. هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا ومحى الضلال وجاهد الكفار. اليتم في حق اليتيم مذلة، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظم المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي جئنا إليها بدعوة كريمة من فضيلة القارئ والعلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد هجرس، متابع الاستماع إلى مركزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، كما حضر أيضا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ أسامة السيد عواد القارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنعطر المكان ونعطر الآذان بنور القرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد وردة القارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي، سائلين المولى عز وجل له بالتجلي والتوفيق. ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا عشان خاطر المشيرة العظيمة الكريمة يا ستنا السيدة زينة. حاضر. توكل على الله. حاضر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. على فكرة من الشرقية مش من الجنوبية، أنا من الأعراس. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي Yeah.
كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة خسارة. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. حاضر.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. الله يا الله، الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود عبدناه، ما في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والنمل قدسه والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم مجده، والنحل يهلف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض وقد خضع إنس وجن وأملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، وعشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القاري الشيخ السيد وردة القاري بمصر والعالمين العربي والإسلامي في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامها فضيلة القاري الشيخ مصطفى أحمد هجرس في هذه الأيام الطيبة المباركة، والتي حضر إليها أعلام التلاوة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، كما حضر أيضا فضيلة القاري الشيخ أحمد هاشم عامر، كما حضر أيضا فضيلة الشيخ علي عصام، والشيخ
الشيخ محمد أبو ليلى والشيخ أحمد الشرقاوي والقارئ الشيخ مصطفى غنيم. إخوة الإيمان والإسلام، شاكرا أيضا إلى أصحاب الأدب والواجب في كل مكان، وإلى أصحاب قصور الضيافة المتنقلة عبر المحافظات ومن داخل لؤلؤة الإنارة الحديثة وأطفأ محطات الديزل الكبرى، إدارة المهندس محمد الهادي صاحب الأدب والواجب في كل مكان. شكرا أيضا إلى عميد الصوتيات الحديثة ومنتقر الإذاعات الخارجية المتنقلة عبر المحافظات، إدارة الحاج عاطف درويش وأولاده المهندس محمد عاطف درويش والمهندس عمرو عاطف درويش المقيمين بعزبة أباظة مركز كفر شكري بمحافظة القليوبية. شكرا أيضا إلى مصوري هذه الليلة والذي ينقلها لنا كل صباح وليلة عبر أثير شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، إدارة المهندس ناصر صلاح صاحب الفضل والأدب والواجب في كل مكان والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.